Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your brother Abdul Mujib, and we are here in the Atma camps on behalf of One Nation and Syria Food Parcel, delivering food boxes for those in need. So let's get started. يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة خير وعطاء ويا ما بنقاء وسخاء يا نجما شعف أبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويا ما بنقاء وسخاء يا نجما شعف أبهجنا يا شعلة نور وضاء بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشادت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشادت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا يا ديمة خير وعطاء ويا ما بنقاء وسخاء يا نجما شعف أبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويا ما بنقاء وسخاء يا نجما شعف أبهجنا يا شعلة نور وضاء جزاكم الله خير for everybody who has donated towards this project. These food boxes are a lifeline for everybody who is living in these tents. Barakallah feekum and please keep supporting us. صرحا بالحكمة سادا وبحب قد فاق وسادا أعطى وسقى طور فرقا أتقن بالبذل